خلونا نستقبل اتصال تليفوني عشان ماجد هيبتدي يضرب ونقول ونقول الو. ايوه حضرتك. الحمد لله، ازيك؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ ممكن جدا ما تقوليش اسمك. طب كم سنه؟ 13 سنه. جميل. مرتبطه؟ هي وانا مرتبطه، يعني مش مرتبطه ومرتبطه، بس الموضوع مش مرتبطه، مشكله عائليه. طيب اتفضلي، تحت امرك. حضرتك انا بابايا ومامتي مرتبطين، وانا عندي 4 سنين كده. وانا ماما اتجوزت بعدها. ممكن تعلي صوتك شويه صغيره؟ حاضر كده كويس. ايوه. ما كملتش انا كده اتجوزت. وانا وهي انا واخواتي الصبيان كنا عايشين معاها، تمام. بس ف عشنا معاها، يعني جيت عند سنة 13 سنة 14 سنة كده. يعني جوز مامتي كان في مرة بيكلم ماما على التليفون، فماما قالت له ردي انتي، واللي هو يعني عادي عايزة تسمع هو هيقول عنها ايه، تفوتيها يعني. لا مستني، جوز مامتك بيتكلم في التليفون، مين رد عليه بتقولي؟ انا رديت عليه، انا رديت عليه. ماما قالت ان انا اقول ان هي مش موجودة عادي بتهزر. فكان كلمته، يعني فكلمني في كلام مش بطال. ده جوز مامتك؟ كان اول مرة يعمل كده. كان عندك كام سنة؟ انا بنت، كان عندي 13 سنة 14 حاجة. قلت له ماما مش موجودة، فبدأ يقول لك كلام مش كويس. ماما كان، لا لا كان بيتكلم يقول لي انا بعمل مع بنتي، كان مش مباشر. ده وش يعني ما فيش حتى كلام غير مش ده كلام مباشر. يعني مش لو يعني انا بقى ما كنتش فاهمة هو يقصد ايه. ان مامتي كانت قاعدة جنبي وبتسمع. انا سمعت الكلام، فبعد ما قفلت لقيت ماما وشها احمر جدا، واللي هي بتقول ايه ده نيته وحشه. ده بعد ما اتجوزها؟ بعد 13 سنه من الجواز، يعني كنت انا 13 سنه 14 حاجه زي كده. تمام. فاللي هو لما انا عملت كده، يعني هو مربيكي؟ يعني كان عدى على جواز امي 10 سنين حاجه زي كده متهيألي. يعني يعرفك من وانت شايلك، من وانت عندك 3 سنين. انا كنت بابويا يعتبر. ما كانش شارب حاجه مثلا، او واخد حاجه، او مبلبع حاجه او كده؟ ما اعرفش والله. مش عارف. بس المهم ايه، الموضوع اتكرر كذا مره، ماما خليته يكرره، خلينا كلام بدل مره كذا مره، وكان لما تلاقيه يتكلم في كلام كويس مش كويس تبعت السماعه على ودني. هي عايزه تسمع هو ناوي على ايه او بيقول ايه. وكانت بتسجل له عشان لما تواجهه لو قال لها اخد منها، يعني منها اخويا، تقول له يعني تهدده. فتدخلك انت طرف في الموضوع ده. المهم ماما ما عملتش كده، خافت. بدات تحسسه، يعني اللي هو يعني بدات العلاقه ريشه، معنى اصح بدات ايه العلاقه ايه؟ اللي على راس ريشه بقى، قعدت خوفت وجعله بطنه كده. بس ما واجهتوش. والموضوع مات، ومفيش حاجه حصلت، واخواتي كانوا عارفين، الصبيان كانوا كبار، محدش اتكلم. واحد دول اخواتك من باباكي الاولاني؟ من الجواز الاولاني؟ مفيش قدام. من بابايا. هل هو كرر الموضوع ده تاني، ولا الموضوع ده وقف خلاص؟ كرره. فضل يكرره يعني حتى بعد ما ماما واجهته؟ كرره بقى انت. بعدها اللي هو في الفترة دي بقى، أنا عندي 19 سنة. كرروا تاني. نظرات بقى اللي هو فاهم، اللي هو يعني حسيت بحاجات مش مظبوطة. المهم ايه، ف جه بقى في مرة كنت قاعدة معاه. جيت قعدت معاه في مرة، خلاص بقى علاقة اتقعدت، هو بقى حاسس ماما إن هو اتغير وبقى محترم وكده، وإن هو حاسس بغلطه، قال لها أنا دي بنتي ودي مش بنتي والكلام ده. المهم فراح قال، جه في مره كنا قاعدين مع بعض، فقال لي ايه؟ قال لي انا كنت قاعد مع واحد صاحبي، وقال لي يعني انت متجوز مراتك دي عندها بنات، هو راجل مش كويس انا كنت قاعد معاه. فقال له، قال له ده كويس انا شغال على الست وبنتها. فانا حسيت ان هو بيقصد حاجه وحشه. هو بيلمح تاني. رحت قلت لاخواتي البيت، اخواتي البيت بتقفل، فقلت له. راح قال لي يا نور، طب ما تقوليش لماما وكده. قلت له انا مش عايزه اقول لماما عشان ما تتعبش وتزعل، وما قلتلش لماما وخلاص. قال لي طب بصي انا عاملاه وحش ومش عارفه ايه، وما تتعامليش معاه خالص. تمام. فانا ايه،
ما تعاملتش مع اخويا بقى، لان ما كنتش بقعد قدامه اصلا. يعني هو يجي يشوفني. واخواتك قالوا لك ايه لما قلت لهم؟ اخواتي عادي، ما هيعملوا ايه لماما؟ مش عارفين يعملوا حاجه. بابايا موجود وكل حاجه. طب قلتيش لباباكي حتى حتى تروح تعيشي عند ابوكي بقى؟ لا هما بقى ما قالوش كده. بابايا راجل مش كويس، يعني ماما مش عايزاه يعيش مع بابايا، بابا ما يستحقش ان هو ياخده بالنسبه لماما. المهم بس ف اخويا جيب السفر بعدها. بعدها كده جيب السفر اجيلها. فاخويا كان قاعد معايا. اخوكي ده اللي هو من باباكي ولا من الكبير؟ الكبير اللي هو بقى يعتبر برضو ابويا. عنده كام سنه؟ اخويا بقى عنده 24 25 كده. المهم فاخويا دوت جه في يوم هو كان بص لي بصه مش كويس. جه في مره كنا قاعدين وحاولني وقال لي باللفظ برضو، وبعد ما عمل يعني بعد ما حاول انا عيطت قلت له انا مش بحب حد يجيب. فهو زي فاق، انا ما اعرفش في ايه اللي حصل، بس راح قال لي اويا تعملي كده مع حد، عارف انت اللي هو بلفني بالكلام وحسيت ان هو ايه بيحاول يدلع على غلطته يعني. ما عملش اي حاجه. فانا الحكايه دي لما حصلت انا رحت قلت لامي في نفس اليوم. ماما قعدت تزعق وقالت لي ده هيكررها تاني، وبقول لك ايه الولد ده، بقول لك ايه ما تبقيش صاحبته تاني، وقعدت انا اخوكي وكانت صدمتي اخوات كبير بطريقه فظيعه. المهم ف ماما قعدت بعدها، مامتي قويه شويه او شديده، هي ماما مش قويه اللي هي غبيه، هي شديده شويه. المهم مامتي معاملتها بعد الفتره دي بقى بقت معاملتها وحشه جدا معايا. ليه؟ لوحدها يعني، لا في عمال البيت ما عملتلاش حاجه تضربني. خليني اسالك، انت عايشه في بيت فيه شباب وفي جوز امك وكده، طريقه لبسك، طريقه مشيتك، طريقه عادتك؟ خالص انا مسترجله، يعني مشكلتي انا مترجله وبلبس لبس عادي، يعني حتى اللي هو لبس مش اللي هو يعني تشوفني بغريب خالص، اللي هو يعني مش اللي هو مهتمه بنفسي للدرجه او اللي هو كده، لا خالص. حتى انا بتكسف من امي وهي عارفه حاجه زي كده، انا امي ما بتشوفنيش. فالمهم فامي قلت لها، المفروض ان هي كانت تقول لاخويا، كان اخويا فضل على سفره 10 ايام، 10 ايام خلصوا ما قالتلوش، وكانت تواجهه ما حصلش اي حاجه. جه في يوم سفره ما عملتش اي حاجه، اللي هو جابت له جاتو وقالت له دي واحده ليك واحده لاصحابك في السفر، اللي هو انا اتصدمت من اللي بيحصل وشايفه وبتفرج وساكته، فاهمني؟ حسيت ان انا مش غاليه عندها، يعني انت سامحتي جوزك وقلنا ماشي، كمان اخويا اللي هو ما ينفعش انت تسكتي عليه، اللي هو جوزك يعني انت تسكتي عليه مين؟ انا حسيت بعد ما غلاوه عندك اصلا. وبعدين؟ اخويا سافر ومفيش حاجه حصلت، اللي ده انا هكلمه في التليفون مفيش حاجه حصلت، ولا كلمت ولا اي حاجه. يوم ما كلمت كان امبارح، يعني هو بقى له شهر مسافر متهيألي، كان امبارح لما كلمته. وكانت بتشتكي له، المهم انا سبتها يعني، وقلت لها كانت حاجه نفسيه تعبت جدا، وكنت رايحه ازور بابايا في مره فشفت وشي اسود وحاجه غريبه، وحتى هم اول مره اهلي بابايا وبابايا يلاحظوا حاجه زي كده. فالمهم انا قلت لماما انا عايزه اروح يومين. المهم قالت لي ماشي، معامله وحشه، عارف انت اللي هي يعني عاملتني معامله قاسيه في فتره. عشان رحتي لباباكي؟ حاجه منها كده. عشان رحتي لباباكي؟ رحت رحت لبابايا، كان اول اسبوع رحت لبابايا فيه كانت فاكره ان انا هرجع لها تاني. انا ما رجعتش، قلت لها انا مش هرجع تاني. وقعدت اسبوعين ورحت البيت لميت حاجتي ونضفت لها الدنيا، وبعد ما نضفت كده قالت لي انا بشرط هوديكي عند بس ابوكي بس تيجي تنضفي لي حاجتي. المهم انا رحت ونضفت لها الدنيا وخدت شنطتي وجاي امشي، راحت قعدت تعيط، راح قال لي بقول لك ايه ماما مش عايزه تسكنها تاني وما تجيش البيت تاني. وراح اتصلت بيا قالت لي اعتذري ان انت مالكيش ام. المهم طبعا انا اللي هو وحطتني في البلاك ليست وخلت اخويا الصغير ما يكلمنيش تاني، ولو بيكلمني يكلمني بطريقه مش حلوه. بس انا كان ليا علاقه بولد هم رفضوه اكتر من مره، ان هو ولد مش كويس كده، وانا كنت بحبه اللي هو خلاص انا معميه مش شايفه غيره قدامي. المهم الموضوع يختصر على ان هم دلوقتي فاهمين مش فارق معايا كل الكلام ده، كل اللي فارق معايا يعني فارق معايا ان انا استغليت الحاجات دي فرصه عشان تروحي لباباكي ويوافق على الولد ده ويتجوز، عشان حياتي على الولد ده وكل الكلام ده. ده هم اللي شافوه. اخويا الكبير كلمني امبارح قال لي انت حكيتي لماما اللي حصل وعملتي حوارات لنفسك،
وانت مش عارفه ايه، وعارف كان بيكلمني عادي جدا. ان هي حتى لما قالت له ما حسيتش ان انا عملت مع حاجه. طب في النهايه انت وصلت لايه دلوقتي؟ انت وصلت لايه؟ وصلت ان انا عايشه مع بابايا وبقالي شهر ما بكلمهاش. انا بحبها. يعني كده انا بحبها وهي غضبانة عليا دلوقتي، وانا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه انا صح ولا غلط. يعني انا قاعده مع بابايا مش عارفه خاطر الولد، بالعكس انا سبت الولد عشانها، بعدت عنه. بس هي فكرة او هما شايفين ان انا غلط، او هي غضبانة عليا ما بتكلمنيش، مش عارفه اعمل ايه. وبابايا مش هينفع يعرف، لان بابايا لو عارف هيعمل مشكله كبيره، لان يعني بابايا بيحبني جدا. بابايا حتى اخويا جه حكى له على الولد وشك، وبابايا بقى شاكك فيا وفي كل تصرفاتي. بابايا بقى مركز معايا وفاكر ان انا بكلم الولد وكده، وقال له، اخويا جه قال له ده جاي عشان تعيش حياتي. عارف هو بيحكي قدامي وانا ماسكه نفسي، اللي هو ده لو قلت كلمه بابايا هيبهدل الدنيا. فالهي الدنيا مقلوبة عليا، وكل فهمي انا غلط. حتى اهل مامتي ما بقوش يكلموني زي الاول، كلهم واخدين مني موقف ان انا مزعلة امي مني. بص يا بنت الناس، انت ما غضبتيش على امك وما غضبتيش امك علشان شاب او علشان حاجة. انت تعرضتي لتحرش من جوز امك واستحملتيه من سن 13 سنة، ورجع اتكرر وانت عندك 19 سنة، وتعرضتي لتحرش من اخوكي ولجأتي لامك وما نصفتكيش. امك كمان في موقف محرج، لان هي ده ابنها الكبير ومسافر، وقالت اهو هيسافر ونشيل ده عنده ويرتاح ده من ده وتبقى الامور ماشية كده. لكن انت كان من حقك تحسي ان امك دي بتحتضنك وبتحتويكي وتبقى محسساكي بالامان معاها. مع الاسف انت ما حسيتيش بالامان معاها. انت في النهايه رحتي لجأتي لابوكي، ما رحتيش لجأتي لواحد غريب، ولا رحتي لجأتي لواحد جاركو تتباتي عنده. القضيه كلها ان ابوكي وامك مش طايقين بعض، وبالتالي امك متضايقه منك عشان انت سبتيها ورحتي قعدتي عند ابوكي. مش فارق معاها اذا كان ابنها اخوكي اتحرش بيكي ولا جوزها اتحرش بيكي، قد ما فارق معاها بمخها الصغير ان انت سبتيها ورحتي قعدتي عند ابوكي، وانت كنت عندها اللي بتنظفي وتكنسي وتمسحي وتعملي كل الخدمات، مش كده ولا ايه؟ ايوه. خليكي عند ابوكي يا بنت الناس، متصانه متعززه متكرمه، وابقي كلمي امك من وقت للتاني او ابعتي لها رساله: انا بسلم عليكي، انا بحبك، كل سنه وانت طيبه. بس ولو حصل ان انتوا اتناقشتوا قولي لها: بصي بقى الحدوته، لا بفضل ابويا عليكي ولا بفضلك على ابويا ولا اي حاجه من دي، الحدوته كلها ان انا كنت متخيله انك هتنصفيني، متخيله انك هتطيبي خاطري، متخيله انك هتاخديني في حضنك لما اتعرض للموقف ده مره واتنين وتلاته من جوزك ومره من اخويا، كنت متخيله انك هتحاجي على بنتك، انما مع الاسف ما عملتيش ولا حاجه من دي. كان كل همك ان الحياه تمشي مهما كان التمن علشان البيت ما يتهدش، ومع الاسف يا ماما التمن كنت انا.